السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم فيديو جديد كي كتشوفوا غنصاوبوا بيتزا بعجينة جد جد رائعة. كنحتاجوا ليها زلافة الفرص، غنغربلوه وزلافة القمح. غنحفروا في الوسط ونديروا معلقة خميرة معجنة وملعقة الزبدة. الزبدة كتعطيها واحد الهشاشة وفي نفس الوقت مذاق زوين. قبسات الملح وكذلك قبسات سنيدة. سنيدة كتعطيها واحد اللون زوين ملي كتحمر. ونضيفوا الماء دافي ونعجنوا العجينه ديالنا مزيان وندلكوها بهذا الشكل. هذا مور ما عجننا العجينه غنخليوها ترتاح وتخمر. بين ما العجينه كتخمر غنضيفو في الحشوه البصله والفلفله. وشوية الزيت والملح والبزار. انا كنفضل انا هاد الطريقة نطيب البصلة ومطيشة. كاين اللي كيحطها هكاك فوق البيتزا ما طيبش، وانا كنفضل هاد الطريقة هادي. نخلط مزيان باش ما تحرقش ليا البصلة والفلفلة. هذا هو الشكل ديال البصله والفلفله ملي كطيب كتهبط بهذا الشكل. هذا من بعد ما ارتاحت العجينه هنقرصوها بهذه الطريقه. هذه تكون رقيقه شي شويه ونتكوها بالفرشات ونحطهم فوق اي حشوه عندنا. بعد ما قرصت العجينه ديالي تكيتها اول حاجه بالفرشاه كامله باش ما تنفخش وغنضيف لها لاصوص. المقادير ديال هاد العجينه اللي عطاتكم عطاتني جوج بيتزات. كل وحده نحط لها حشوه في شكل. المهم كتفنني في الحشوه اللي كتبغي، الحاجه اللي كترتاحي فيها كتحطيها. من بعد البصله والفلفله اللي شحرنا
هنوزعوها كاع الجوانب والأطراف، هاد البيتزا نقسم كل نص ندير حشوة في شكل، هاد النص غنضيف ليه الكفتة، سبق لي شحرتها، ومن بعد النص الاخر نضيف ليه الطون. والبيتزا الاخرى نضيف ليها الطون وشوية المرتديلا من الجهة الاخرى. من بعد ما طابت لينا البيتزا كتجي على هذا الشكل، هذا الفرماج كنحطو انا اخر لحظه باش ما يتحرقش، ومن بعد غير يدوب شي شويه كنخرجو دغيا. هاقطع لكم الطرف باش تشوفوا كي جا، كيجي على هذا الشكل، هذا البيتزا كتجي هشيشه. مور هاد البيتزا هادي غنصاوب واحد الرايب كيجي لذيذ، كنعتمدو بزاف في رمضان مع الفطور السحور، كيجي منعش وكيخرج 2.5 إترو. كنحتاجو زلافة نيدو، زلافة سنيدة، وثلاثة زلايف ديال الماء يكون مات روبيني بارد. غنخلط العناصر مزيان، وجوج دانونات، انا خديت النكهه ديال البنان، تقدري تاخدي فريز فاني اي نكهه كتعجبك. من بعد ثلاثه زلايف ديال الماء يكون سخون بزاف، سخون لدرجه الغليان. غنخلط مزيان مزيان العناصر، غنسد على الكوكوط ونغطيها ليلة كاملة. بعد ما دازت ليلة كاملة كيجي على هذا الشكل بحال دناب، حتى في المذاق هنحطو في قريعات ونحطو في الثلاجة يبرد عاد نشربو. او كيجي على هذا الشكل، هذا من بعد ما برد لذيذ بزاف وصراحه منعش. ما تنساوش تجربوه، واللي جربته تكتب ليا في لي كومونتير كي جاها. وشكرا بزاف، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، وشكرا.